إلى سيارته أو إلى بيته أو إلى زوجته أو إلى منصبه أو إلى أرضه أو إلى مصنعه أو إلى ماله. سأل الملك، سأل الملك يعطيك، ولا تنظر ولا تحسد ولا تحقد. وهذا هو العلاج الأول لسلامة الصدر. اللهم سلم صدورنا. العلاج الأول لسلامة الصدر أن تنشغل بالله عن الناس، أن تنشغل بالله. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام حين رأى إخوته بعد أن رموه في الجب، أرادوا قتله، ووجدهم أمامه في غاية الذل. يقول ابن الجوزي: انظر لعز الطاعة وذل المعصية، فيا لذلهم حين قالوا وتصدق علينا، ويا لذلهم حين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أما هو يوسف فلم ينشغل بذلهم ولم يشغله عزه فيتكبر عليهم، بل قال حين انشغل بالله: وقد أحسن بي إذ أخرجني. سبحان الملك، كان يستطيع أن يبكتهم، أن يعيرهم، أن يلطمهم، فيقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. صح، لكنه يكون قد انشغل بهم وبالبئر، لكن حين انشغل بالمحسن الله قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الانشغال بالله. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، فقدم نفسه، وبين إخوتي: إن ربي لطيف لما يشاء. انشغل باسم الله المحسن وباسم الله اللطيف، فنسي ما فعلوه ونسي إحسانه إليهم. إذا أردت سلامة الصدر فانشغل بالله. ثانيا، لسلامة الصدر، لسلامة الصدر لا تنشغل بالدنيا ولا تلتفت إليها. إذا أردت الجنة، إنني أخاطب الآن الذين يريدون الجنة، الذين زعموا إرادة الجنة، الحريصين على طلب الجنة، الطالبين للجنة فقط. أما من يريدون الدنيا فلا خطاب لنا معهم. من يريد الجنة؟ اسمع، قال رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: يدخل أقوام الجنة قلوبهم أفئدتهم كأفئدة الطير. يدخل أقوام الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. قال العلماء في شرح الحديث: أفئدتهم
كأفئدة الطير، يعني في غفلة عن الدنيا. هو لا يعرف، غير مهتم. السيارة دي بكام؟ ولا متر الأرض بقى بكام؟ غير مهتم، غير منشغل. البورصة أسعارها إيه؟ هو اليورو والدولار بقى بكام؟ لا يشغله هذا، الأمر مش في دماغه بكم ولكم والأفضل والأحسن، إنه مشغول بالآخرة التي يطلبها. نحن لا نقول أن الانشغال بذلك حرام، ولكننا نقول أن الانشغال بذلك يعطل عن طلب الآخرة، ويزرع في القلب هم الدنيا، وينبت بعد الزرع أحقادا وأحسادا على من يستطيعون وهو لا يستطيع. اللهم طهر قلوبنا، انشغل بما تحتاج إليه. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له، الإمام مالك صاحب المذهب مالك بن أنس، فقال له: كم عمرك يا إمام؟ قال: أقبل على شأنك، أقبل على شأنك، هي هكذا. أحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سلامة الصدر،